أمة أحمد لا والذي فطر السماء لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأنبياء ما هم بأمة من على الأفلاك من ركز البرامج متفجر الله اكبر ارسل العداله والاخاء من اسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا من قاد قافله السلام وحجر الصحراء واستمطر التاريخ فانهمرت سحابه سرى زرنا مرجاه في حق منور في نجاه لم يفقهوا بدرا ولا همت ركائبهم حراء وغزى الظلام وجاء حق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا همت ركائبهم حرار لم يقرأوا سعدا وسلف الله ما كان مرى شيع وأحزاب تضل فلحنا ترى هي أمة لكن ومعذرة من رفع الأبصار هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يطيح به وداع بدن فمن ظن الرياء براعة فغلاليا والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء وهناك من ظن الرياء براعة فغلاليا والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء إني أحار راسق والبدا وحنوا رقابه فلم تشكو الهوان والانحناء إني أحار بهم وقد أمست جموعهم.